مناسبة 8 مارس نبغي نوجه تحية فيدرالية لكل النساء المغربيات المناضلات وعموم النساء وأيضا الرجال المدافعين على حقوق النساء في المغرب وفي العالم، وتنبغي نذكر بالدلالة العميقة لهذه الذكرى من حيث تقدم أوضاع النساء وتأثير على أوضاعهم في مختلف المستويات وفي مختلف المناطق في العالم. بالنسبة لنا في المغرب تقييم أو حصيلة ديال الوضعية ديال حقوق النساء أو وضعية النساء في المغرب، يمكن بنقوله بأنه نحن في تحليلنا نعتبر أن هناك تقدم فيما يتعلق بأدوار النساء داخل المجتمع، بمعنى أنه النساء المغربيات يتقدمن في الاضطراع بأدوار مهمة سواء من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية، وهذا الشيء يتمثل في المثابرة وفي العمل وفي احتلال مواقع مهمة وفي احتلال وظائف مهمة وفي احتلال أيضا مستويات تعليمية مهمة في الإنتاج، في الفلاحة، في الزراعة، في المعامل، في مختلف المستويات. هناك وجود للنساء وهناك تقدم على مستوى الأدوار ديالهم بصفة عامة، غير أن هناك مفارقة، أنه المكانة ديال المرأة تغيرت داخل المجتمع وداخل الأسرة وفي المجال العام، ولكن نرى أنه هذا الشيء لا تقابله قوانين منصفة وعادلة وتقر المساواة والحقوق الإنسانية للنساء في مختلف المستويات. أوضاع المرأة المغربية هي مرتبطة أساسا بجودة التعليم اللي خصو يكون تعليم عمومي جيد والمضامين ديالو يعني تنشر المساواة والكرامة الإنسانية وحقوق النساء. كل بلد في أي مكان هي مرتبطة أولا بجودة التعليم اللي خصو يكون عمومي جيد وكينشر المضامين ديال المساواة والكرامة وكي يعني يعبر على الصورة الحقيقية للمرأة باش ينشر يعني وعي بأهمية دور النساء في المجتمعات. كذلك هو مرتبط بالخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة، من تعليم، من سكن، من كل ما يتعلق بالماء والأرض وغيره، يعني اللي للنساء الآن يعني كيأديو الثمن بسبب عدم تملكهم لهذه الوسائل والخصصة ديالها والبيع ديالها والتسليع ديالها. النساء هما اللي كيضروا أكثر، هما اللي كيعيشوا يعني كيعطوا جزء من حياتهم من أجل توفير هذه الخدمات. كذلك هناك كل ما هو متعلق بالصحة، لأن الصحة الإنجابية مهمة جدا للنساء. كنشوفوا النساء كيتوفوا بسبب غياب هذه البنيات، الشروط والظروف اللا إنسانية والمهينة، الكرامة فاش كيمشيو للمستشفيات إلا لقاو شي مستشفيات إلى غير ذلك. مسألة المناصفة اللي مازال الأمر متأخر، رغم أنه تمت خلال السنة المصادقة على القانون المتعلق بآلية المناصفة، هيئة المناصفة، مكافحة كل أشكال التمييز، نرى أنها لم تتشكل لحد الآن. ورغم المؤاخذات اللي عندنا على القانون، حنا تنقولوا بأنه هذه أولوية الأولويات، وكانت خصها تكون ما بعد دستور 2011 باش يمكن لها هي تصحح مختلف الاختلالات اللي كاينه في اوضاع النساء على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي الى اخره. ايضا تنبغي نقول بانه تقارير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي تتبين الفوارق الاجتماعيه ما بين النساء والرجال، والاحصائيات تدل دلالات كبيره في واحد عدد المستويات، وما بين المراه في المجال الحضاري والمراه ايضا في المجال القروي، لان ما تيخصناش نساوها. ونبغي ناكد على انه اوضاع النساء القرويات جد مزريه، مع العلم ان هناك التزامات دوليه وتوصيات للامم المتحده وللجنه المرأة بالأمم المتحدة اللي غادي تنعقد خلال بداية الأسبوع المقبل، اللي تتوصي الاهتمام بالفتيات والنساء، التمكين الاقتصادي وفي المجال القروي. وكان طبعا الجانب المتعلق كذلك بالحقوق المدنية، حرية تعبير النساء، حقهم في المشاركة السياسية، حقهم في القرار، وحقهم كذلك في أنه يترفع عليهم العنف الخطير اللي كيتمارس عليهم، لأن العنف هو أسوأ أشكال يعني إبعاد النساء وتمييز ضد النساء وبالتالي إقصائهم من كل مناحي الحياة. واش كتشوفي أن المرأة المغربية طبعا المرأة المغربية يعني كتعرض لواحد الظلم كبير من ناحية القوانين، أولا لأن القوانين رغم بعض التغييرات الطفيفة اللي حصلت عليها هي مازال يعني فيها العديد من المظاهر ديال التمييز وديال الإقصاء بالنساء والمس بالكرامة ديالها. كذلك على المستوى الواقع الإحصائيات كتبين لنا بأن أغلب النساء في القرى كيشتغلوا بدون مقابل، يعني 74% ديال النساء كيشتغلوا يعني ديك العمل ديالهم بدون مقابل، هذا استعباد. كنشوفوا يعني المجالات اللي كيشتغلوا فيها النساء بشكل أخص، مثلا النسيج، العمل البيتي، الخدمات ديال النظافة إلى غير ذلك، كنشوفوا يعني هما المجالات الأقل أداء والأقل حماية من الناحية الاجتماعية. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم.
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.